الآن ما أظن في خلاف أن من مصائب المسلمين اليوم تكاربهم على الدنيا، بدليل ما بيسألوا حرام حلال، ربا بيحاولوا يغطوه بما يسمونه بالحيل الشرعي، ومن هنا نبعت البنوك الإسلامية زعم. وهي واجهة فقط، ما في فرق بينها وبين غيرها إطلاقا، بل بعض من يتعامل مع البنوك بيقول لك بعض البنوك اللي ما هي واضعة الواجهة دي ولا في دي أرحم من البنك الإسلامي. مبارح يمكن سأل أبو محمد أخونا اللي يشتري بواسطة البنك الإسلامي طريقة هذه تحايل فيها ربا مكشوف، وهذا من أخطر ما دخل في الإسلام، وهو الاحتيال على ما حرم الله بأدنى الحيل. وقد حذرنا الرسول عليه السلام بطريق حكايته عن معاقبة الله عز وجل لليهود بسبب أكلهم الحرام وهم يعلمون لكن مع الاحتيال. قال عليه السلام: لعن الله اليهود، حربت عليهم الشحوم فجملوها ثم باعوها ثم أكلوا أثمانها، وإن الله إذا حرم أكل شيء حرم ثمنه. شو معنى الحديث؟ في القرآن الكريم ما يشير إلى هذا الذي حرمه الله على اليهود. قال تعالى: فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات وعلى الهوى. شو هي الطيبات اللي حرمت عليهم؟ بيذبحوا الذبيحة الحلال، ما بيجوز يأكلوا الشحم. كيف نحن نرمي الغائط اللي في الكرش؟ هل لازم يرموا الدهن وبس يأكلوا اللحم الأحمر؟ عقوبة من الله بسبب ظلمهم وقتل الأنبياء بغير حق. ما صبر اليهود على هذا الحكم الإلهي. هذا بيان في الحديث الذي ذكرته آنفا. ماذا فعلوا؟ أخذوا هذه الشحوم ودعوها في الخدور الحلل الضخم الكبير، أوقدوا النار من تحتها، سالت أخذت شكلا غير الشكل الطبيعي. هذا هو الاحتيال. بهذا زين لهم الشيطان أنه هذا ما بقى شحم، هذا غير الشحم اللي الله حرمه، فباعوه صاروا يبيعوه، من قبل كانوا يرموه، هيك الله حكم عليهم، فباعوا وأكلوا ثمنه. قال عليه السلام: وإن الله إذا حرم أكل شيء حرم ثمنه. وقصة السبت مذكورة في القرآن ما تخفى على مسلم. ما اصطادوا اليوم السبت، يوم حرم الله عليهم العمل، لكن وضعوا السدود وحبسوا السمك ليجدوا الخلجان يوم الأحد تغلي غليانا من السماء. المسلمون اليوم وقعوا في مثل هذا في جوانب كثيرة وكثيرة جدا، ظاهرة مكشوفة في البنوك الإسلامية، وكل يوم تطلع فتاوى لاستباحة ما يفعله البنوك من أكل أموال الناس بالباطل. هذا لا يمكن ربنا عز وجل ينصر المسلمين ونهاية في الوضع من الاحتيال على ما حرم الله عز وجل. فأيضا كلمتان لا بد من التصفية والتربية. كثير من الناس صالحون يقومون الليل والناس نيام، لكن لا تقبل صلاتهم وعبادتهم لأنه على خلاف السنة. وفي السنة الصحيحة في البخاري ومسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. نحن نعرف بعض الجماعات الإسلامية يشتموا كل يوم جمعة بحيوها، في
في سرايا عندهم، تشتري عنها سرايا ليلة الجمعة ويتعبدوا. هذا جهل، لأن الرسول يقول لا تختصوا ليلة الجمعة بقيام ولا نهارها بصيام. أيضا هذه الأفكار تحتاج إلى نظر من جديد وإقامة السنة الصحيحة مقام هذه الأفكار الدخيلة في الإسلام. وهذا بحث طويل وطويل جدا، لكن عنوانه لا بد من التصفية والتربية. اليوم تصفية لا يوجد إلا في أفراد في العالم الإسلامي، وأنا أعتقد أنه يجب أن يكون هناك ألوف مؤلفة من علماء المسلمين منتشرين في هذا البحر الإسلامي، يدعون المسلمين ليلا نهارا للرجوع إلى كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم عليكم السلام. ثم أن يعنى بالأطفال بتربيتهم منذ نعومة أظفارهم على هذا الإسلام المصفى، وحينئذ يستقيم المسلمون على الجادة، ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله. أما بقاء كل شيء على قدمه وترك القديم على قدمه، عشان ما نطلع بالنسبة الشيخ يعني الجهود، يعني كلام عن جهود العلماء كم من العلماء، لكن في اسلوب الدعوة حيكون كيف؟ يعني العلماء هذولا في ناس تقول لك احنا لازم نكون ضمن جماعة مثلا، ضمن جماعة كيف؟ انا بعرف انه في الزمن السالف مثلا من التاريخ الاسلامي ما كان في حركات اسلامية تعمل والله في حركة فلان وحركة فلان وحركة فلان، فعلا كان اسلوب علماء هم يعني اللي ينشرهم اللي لهم على اكتافهم قامت الدعوة في اكثر من مكان. فكيف التحزب هو ينافي الاسلام ويفرق المسلمين، وان كان فيهم قوة بيبددها وبيضعفها، لانه قال تعالى كل حزب بما لديهم فرحون. اذا كيف تكون الجهود يا شيخ؟ يعني تستثمر هاي الجهود